نهاية البرنامج، ووجدنا أنه يجب أن نتحايل على وعي الجمهور الكريم. صور التحايل المعلن، وهو أنه قررنا أن نبقي جوائز الجمهور حتى نهاية المسابقة، أو نخلي الجزء الأكبر من جوائز الجمهور حتى نهاية المسابقة. احنا في نعطي 10 جوائز للجمهور، كل جائزة ب50 ريال. عندنا 500 نقد للجمهور كل ليلة، عندنا سحب على 3 أجهزة إلكترونية ليليا ابتداء من هذه الليلة، ثم في سحب زي ما انتم عارفين على أشياء كبيرة تعلن في حينها.